الوصول من هذه الجهة من الجبل إلى الضفة المقابلة بسهولة كان حلما يراود الكثير من أبناء مديرية المقاطرة بمحافظة لحج نظرا لصعوبة تسلق الجبل والمخاطر المحدقة بذلك. كنا قبل النفق نعاني من الطرق ومتاعب شتى المتاعب أشد المتاعب، كنا نسافر لعدن نطلع المنطقة هذه، تعمل شنطتك نفسك بيت شنطتك بيت تنزل لهنا. كان أبناء المقاطرة يخاطرون بحياتهم من أجل الانتقال إلى الجزء الآخر من المديرية والذي يربطها بمحافظتي عدن وتعز، وكانوا شبه معزولين عن العالم. قرية معزولة ما بين المقاطرة الشرقي والغربي، وكان حلم الآباء والأجداد فتح النفق وأنقذ النفق، مسافة 64 متر القصر الجبل و82 متر من مع المرافق أقوم، وخفف علينا كثير من المعاناة. طبعا راودتهم فكرة حفر النفق في الجبل لربط جزئي المديرية ببعض ولتسهيل عملية التنقل ونقل احتياجاتهم دون المخاطرة بحياتهم وتسلق الجبال. كان مرتبطا ما بين الشرقي والغربي، وكان صعب امرار المواد الغذائية من أعلى الجبال ما بين الشرقي والغربي. بجهودهم الذاتية تمكنوا من إنجاز مشروع النفق الذي يبلغ طوله 82 مترا وبعرض مترين ونصف تقريبا، وبهذا حققوا ما يسمونه هنا بالمستحيل، ليصبح التنقل في غاية السهولة بين الجزء الغربي والجزء الشرقي من المديرية، وكذا بين المديرية والمحافظات المجاورة. بدأ المواطنين بحفر هذا النفق بجهود ذاتية وبإمكانيات بسيطة، وتمكنوا من حفر النفق وإنجازه في ظروف قياسية وغير متوقعة. أصبحت الآن الحركة والتنقل بين القطرين المديرية في غاية السهولة واليسر بفعل هذا النفق الذي يعرف بنفق المقاطرة. فواز الحمادي، قناة بلقيس، من مديرية المقاطرة لحج.